يلا رجالة على المقامات. هو انا كل مرة على طول يا شباب قاعدة وفي قاعدة هو ده يعني جواز القاعدة اللي ممنوعة مرة وسط ألف مرة. الأهلي يستحقها. ألف مبروك. الأهلي يستحقها. يستحقها ويستحقها ويستحقها. مبروك. تعب من الأول للآخر. الأهلي تعب من الأول للآخر. وإحنا رجالة والحمد لله إحنا كسبنا وربنا برضه نصرنا. ربنا كبير عشان احنا تعبنا. باين عليكي توتر وقلق طول ضربات الجزاء. اكيد طبعا ضربات الجزاء كانت صعبه على حضرتك. اكيد طبعا احنا تعبنا من الاول للاخر من اول الماتش لاخر الماتش واحنا بنجازف وكذا جون ضاع مننا والحظ مش كان جاي معانا خالص وربنا كبير برضو الحمد لله. ربنا نصرنا احنا الحمد لله الحمد لله والله مبروك للأهلي وللفوز. ربنا يبارك لك. شكرا. يلا يلا فين تفبر ماشي مفيش مشكلة. الله أكبر عليك. كل ما عدلناه عشان ناوي فعلا بس الله أكبر عليك. الشناوي طبعا لعب مباراة مهمة تصدى لركلات ترجيح وكانت مباراة كبيرة باسم الفريقين يعني عايزين رسالة للأهلي والزمالك. مبروك لجماهير الاهلي وفريق الاهلي كله وارضي لك لنادي الزمالك على ماتش مباراه حلو قوي. استنى 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 عيدي تاني عيدي تاني. طز فيك يا شيكابالا. لا بس عيد صغرها تاني صغرها تاني صغرها زغروطه زغروطه. الاهلي هو حمام على طول ومش هيتغلب ابدا ان شاء الله. يعني كنت طول ما احنا في ظهره كمان احنا ما نخسر بطولتين ورا بعض ابدا. الحمد لله تاريخ الاهلي اللي يخسر بطولتين ورا بعض. عاش عاش احنا الاهلي اللي كان والحاضر. احنا الاهلي اللي هز جبال. كلمه لعيبه الاهلي انا والله العظيم انا قعدت دعيت ان ان شاء الله ربنا يكبر بخاطرنا عشان هم تعبوا هم تعبوا لعبوا وتعبوا التانيين العربجيه نازلين يضربوا فيهم.
مش نازلين يلعبوا، نازلين يضربوا. انت كنت خايفه، كنت دايما متوتره ايوه انا قاعده عماله ادعي لهم، لاني انا عارفه ان هم ما بيزعلوناش خالص، على اخر دقيقه بيفرحونا الاهلاويه، ربنا يديهم الصحه كلهم وبنحبهم كلهم. زغروطه بقى خير. في كمان جلوشات يعني زي ما حضراتكم شايفين متابعينا الكرام، يعني فرحة عارمة هنا ب يعني لجماهير الأهلي، يعني هنا بفوز الأهلي على الزمالك في يعني السوبر المصري. فكرة في احتفالات، في حد عمال يهتف. التفدي فين؟ جزيرة يا عم. متابعينا الكرام في كل مكان، هنا يعني كل احتفالات وهتافات يعني للاهلي بعد فوزه على الزمالك في ضربات الترجيح. يعني متابعينا الكرام زي ما حضراتكم شايفين الاحتفالات بالخارج، بخارج نادي الجزيرة. يعني هنرصد لحضراتكم الاحتفالات بالكامل وفرحة الأهلوية اليوم بالكاس، كاس السوبر المصري. كل هنا مبسوط وفرحان. شوارع القاهرة كلها بتحتفل، يعني زي ما حضراتكم سامعين الكل بي أهل أهل أهو. جايين دلوقتي على النادي الاهلي هنا بمنطقه الزمالك، بمنطقه الجزيره، زي ما حضراتكم سامعين الاصوات، اصوات السيارات، الكل بيجري على النادي الاهلي عشان يحتفل من امام النادي الاهلي بمنطقه الجزيره. زي ما حضراتكم شايفين الفرحه بتغمر القاهره.